هذه العواصف الرملية اللي دا تجينا كل أسبوع تقريبا بغداد وباقي محافظات العراق هي واحدة من أهم أسبابها التغيير المناخي اللي دا يصير، التصحر اللي دا يصير بالعراق. العراق خامس أكثر دولة هي مهددة وهشاشة من ضمن التغيير المناخي اللي دا يصير بالعالم كله. عواصف ترابية تغلق مطارات البلاد وتضرب مدن الوسط والجنوب لتصل ذروتها إلى حد انعدام الرؤية، مخلفة مئات الإصابات بالاختناق في ردهات المستشفيات، وسط عجز حكومي عن وضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد الحياة في العراق، وصمت إزاء التدهور المقلق لمناخ العراق وجفاف أنهاره وروافد مياهه. مشهد يشبه الصور التي تبثها وكالة ناسا لسطح المريخ، إلا أنه هذه المرة من العراق، إذ تضرب العواصف الترابية البلاد للمرة السادسة خلال شهر واحد في غياب تام للإجراءات الحكومية للحد منها. هذا المشهد يتزامن مع تحذير خبراء من تصاعد وتيرة العواصف الرملية لتصل إلى معدل 300 يوم في السنة بحلول العام 2050، في ظل غياب تام للأحزمة الخضراء التي تعتبر مصدا طبيعيا للغبار والأتربة وغيرها من الحلول التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الفساد الذي أجهز على تخصيص المالية، لتزداد الأمور تعقيدا مع موجة الجفاف التي تشهدها البلاد والتي جعلت العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للتصحر في العالم. صور جفاف بحيرتي حمرين وساوى التي كانت تلقب بأعجوبة صحراء العراق وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة دقت ناقوس الخطر عن الحال الذي وصلت إليه البلاد التي ارتبط اسمها بالمياه وعرف منذ القدم باسم بلاد الرافدين. ليبقى المستقبل مجهولا في ظل انشغال الحكومة وأحزابها بالسرقة والصراع على المغانم دون الالتفات لمشاكل العراق المزمنة التي أضحى التغيير المناخي واحدا منها.